السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن تحديد مكان حقن الوقود في محركات البنزين. عندنا 3 انواع من اماكن حقن الوقود في محركات البنزين، هنتعرف على كل نوع ونشوف ايه افضلهم. النوع الاول الحقن بنقطة مفردة زي الشكل المبين قصادنا، بيكون عندنا هنا الفلتر الهواء وعندنا وقود داخل عن طريق الرشاش رقم 6 وبيختلط مع الهواء اللي جاي متنقي من الفلتر وبيعدي على بوابة الخانق، وبوابة الخانق هي اللي بتحدد السرعة اللي بايه. كل ما تفتح البوابة ديت الخانق كل ما ايه ما بيدخل هواء ايه اكتر مختلط مع البنزين اللي جاي من الرشاش وبيروح على المجمع السحب، ومن مجمع السحب الى ايه صمامات السحب. هنا عندنا ادي ايه 1 2 3 4 في داخل مجمع السحب للايه لصمامات السحب، ودي الماتور عندنا. طيب هنا بنستخدم رشاش واحد فقط لحقن البنزين للاربع اسطوانات، بيختلط فوق هنا بالهواء ويخش عن طريق البوابة الخانق. بكل ما بتفتح كل ما بتزيد سرعة الدخول الهواء للمحرك. فهنا بنستخدم ايه رشاش واحد. الرشاش الواحد ما عمره ما بيعمل عملية توزيع كويسة لاسطوانات المحرك. ليه؟ لان ممكن يخش وقود غني الى الاسطوانة رقم ايه رقم 2 و3 عن الاسطوانة رقم ايه 1 و4، لان الاسطوانة رقم 1 والاسطوانة رقم 4 بتكون موجودين في الاطراف. يبقى هي ديت الحقن بنقطة مفردة. وفي الشكل الذي امامنا ده النوع الثاني اللي هو بنستخدم فيه 4 رشاشات. الاربع رشاشات بيحقنوا داخل مجمع السحب على امام صمامات السحب في داخل مجمع السحب. يبقى ديت هي دائرة الحقن المتعددة النقاط، لان فيها كذا نقطة كذا رشاش على حسب اسطوانات المحرك. هنا في الشكل اللي قصادنا بيكون عندنا رقم 1 فلتر الهواء، 2 صمام الخانق، 3 ماسورة سحب الوقود، 5 ماسورة توزيع الوقود، 7 الرشاش، 8 خليط. يبقى هي ديت التركيبة بتاع دائرة الحقن المتعددة النقاط. فاحنا هنا بنكون عندنا صمام الخانق بيفتح عشان يخش الهواء، بتكون الرشاشات متركبة على مسطرة في مجمع السحب عند صمامات السحب، بتحقن في الميعاد اللي هو بيكون فيه مفتوح صمام السحب علشان يدخل لنا الوقود داخل الاسطوانة او البنزين داخل الاسطوانة في اثناء شوط السحب. فالطريقة دي بتكون افضل من الطريقة السابقة اللي هي فيها رشاش واحد، لان رشاش واحد ما بيعملش عملية توزيع للوقود على الاسطوانات بطريقة متساوية من البنزين. فنحس ان في الطريقة الاولية ان عدم اتزان دوران المحرك، انما في الطريقة التانية لحد كبير وليكن 95% انتظام في دوران المحرك، نتيجة ان الرشاش بيدي الاسطوانة بنسبة معينة. النوع الاخير وهو الحقن المباشر للبنزين في داخل الاسطوانة. في هذا النوع بيتوضح من الرسم الذي امامنا ان عملية حقن البنزين من الرشاش بتكون داخل الاسطوانة اثناء شوط السحب، اثناء نزول مكبس لاسفل، وبيتم عملية سحب الهواء من صمام السحب، وبيتم في نفس الوقت في نفس التوقيت عملية حقن البنزين من الرشاش. ففي الحالة ديت بيكون افضل. ليه؟ علشان ان البنزين بيتحقن داخل الاسطوانة بدون اي
هدر للبنزين وبدون تكثف للبنزين في مجمع السحب، بيتم عملية ايه؟ خلط البنزين بالهواء اللي داخل من الصمام بطريقة جيدة داخل الاسطوانة، وبتزرير كويس من الرشاش بيتم عملية خلط البنزين بطريقة جيدة داخل الاسطوانة. طيب احنا هنا يلزمنا ايه؟ يلزمنا ان يكون الرشاش من نوع كويس، لان هنا بيتعرض لدرجة حرارة عالية خاصة عند فونية اللي هي فونية الحقن او ثقوب الحقن في داخل الاسطوانة، فيجب ان هو يتعامل من خامات كويسة، يكون الكويل بتاعه او المبينة بتاعته كويسة اللي هي بتقوم بعملية سحب الابرة عشان يعمل عملية تزرير الوقود داخل الاسطوانة. يبقى الرشاش يجب ان يكون هنا ايه؟ من اجود ايه؟ انواع اجزائه وتركيبه عشان يعمل عملية حقن كويسة داخل الاسطوانة. وهذا النوع هو افضل نوع. ليه؟ لان مقدار الوقود اللي بيتوزع على الاسطوانات كلها بيكون بطريقة متساوية وكويسة للحصول على افضل نتيجة في حرق والاشتعال الوقود داخل الاسطوانة. وبكده نكون انتهينا من درس اليوم اللي هي ايه؟ اماكن تركيب صمامات الحقن او الرشاشات، واتمنى ليكم التوفيق والنجاح.